خلينا نشوف هلا مين بيطربك من الاكثر الى الاقل بين وائل كفوري، ادم، معين شريف. مين بيطربني؟ ادم. ادم طبعا اكثر شيء. طبعا معلم اوف، وصاحبي انا وياه صداقه قديمه من اكثر من 15 سنه. ثاني واحد معين. وائل اقل واحد بيطربك بيناتهم؟ ما بيطربني. بس انت سالتني مين بيطربك؟ انا بروح مسائيا ليتلي ما بنطرب. يعني في يكون النجم مش اكثر واحد بيطرب، يعني هو الباكج اللي بينجم مش الطرب. النجم شيل الصوت، في ثلاث ارباع النجوم عارضين ازياء يا زلمه. كان مسك الميكرو، سمعني شيء لادم. يلا اوف، لو شيء هيك قصير ما بقصر. اخ حتى لو حتى لو مفايلت. هذا انا